السلام عليكم خوتي خواتاتي، دايرين لاباس عليكم؟ اموركم هانيه على خير وبخير ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي ننزل معكم فيديو جديد، وهو عطوري المفضله من ماركات عالميه وجوده عاليه. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وإلى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا لي لايك وتكتبوا لي كومنتار زوينه. واللي اول مره كيشوف هذا الفيديو يدخل يتسجل عندي يتابونا، وكنقول لكم شكرا كاملين اللي كدعموني، اللي اصدقائي القدام واصدقائي الجداد كلهم شكرا. هذه هي العطور ديالي، مجموعه العطور ديالي. بسم الله على بركة الله. دابا غادي نبداو بأول عطر اللي كنستخدم، وهو هذا عطر أليان، وهو عطر ساحر وجذاب، وتم الإصدار ديالو عام 2015. وهو عطر شرقي خشبي كيتميز برائحة الياسمين والعنبر، وكيمكن لك تستخدميه، من الأحسن تستخدمه في المساء. وهذا عطر ديال الشتاء، يعني عطر شويه مجهد، كنصح به اي وحده، عطر رائع، كنتمناكم يعني تجربوه. ثاني عطر وهو هذا ديال هيرماس غوز امازون، من الماركه ديال هيرماس، وهو عطر زهري فاكهي مصنوع من الزهور والفواكه. تم الاصدار ديالو عام 2014. كيتكون من العنبر والفانيلا والاخشاب. عطر هو زويون منعش، كتحسوا بديك الشويش ديال الحموضه اللي كيعجبو العطر فيه، بحال الحامض السيترون، هذا زويون كننصحكم به. وهذا عطور عالميه معروفين. ثالث عطر وهو هذا فيرساتشي يلو دياموند انتونس، وهو من ماركة عطر ايطالي، وهو عطر زهري مصنوع من الزهور. تم الاصدار ديالو عام 2011. كيتكون من زهرة البرتقال والبرغامونت والليمون والمسك والاخشاب والعنبر. هذا عطر زوين رائع كيستحق التجربة، وكنتمنىكم انكم تجربوه. وتا هو عطر قاصح شويش، يعني كنصح به يستعمل في الشتاء. هادو كاملين تقريبا عطور ديال الشتاء، باردين الخريف والشتاء. كاين عطر اخر، رابع عطر، وهو جيفانشي لايف ايريزيستيبل او دو بارفان. هذا عطر زوين بزاف، مزيج بين الزهور والفواكه، عطر فرنسي غزال. وهذا انا من محبين هذا العطر، كنعشقه شخصيا، وتقدروا تقولوا هذا هو الكود كور ديالي.
وكنتمنىكم انكم تجربوه، هذا غزال غزال بمعنى الكلمة. خامس عطر هو هذا ديال لامارك اوريفلام جورداني جولد، هذا تا هو عطر غزال غزال بزاف، فايتو مجرباه ومعاوده. خديت لا غام كامله، خديت هذا العطر او دو بارفان، وخديت معاه ديو دو غون ديالو، وخديت معاه حتى لو كريم دو كور، حتى هو غزال يعني كريم زوين من بعد الدوش كتديرو هذا الكريم، كيعطيك واحد الريحه زوينه في لو كور ديالك وكيرطب الجسم مزيان، وكنصحكم به. وهذا الكريم حتى اللي بغى يعني ما يديرش من بزاف ديال الريحه، اولا اللي عنده لابو شاحته يدهن شويه ديال الكريم في عنقه، ومن بعد يصوت الريحه، يصوت رشه من هنا ورشه من هنا، تبقى له النهار كله، هذا زوين حتى هو كنصحكم به. من بعد كاين هذا البرون، هذا ديال فيكتوريا سيكريت ديال عنبر رومانسي، هذا زوين كنستعملو انا على طول العام، واخا هو شويه قاصح كيستعمل غير في البرد، ولكن انا كنستعملو برد وصيف وشتا يعني العام كامل، كل ما كيخوالي كنولي نشري واحد اخر. حتى هذا زويون كنصحكم به. مور هادشي بغيت نشارك معكم حتى العطور ديال الرجال، منهم العطر ديال الزوج ديالي. اول عطر هنشارك معكم وهو هذا ارماني كود، الغني عن التعريف كلشي كيعرفه، وهو عطر مميز ورائع، عطر شتائي شرقي ومنعش، كيستخدم يمكن له يستخدم بالصباح وبالليل، وكيتكون مزيج من روائح الجلد والتوباكو، معرفش من التوباكو المهم، وحبوب التونكا ومزيج الليمون والبرغاموت. هانتوما كما كتشوفوا هو عطر زوين رائع كيعجبني ديال الرجال غزال. كاين عطر هذا ديور اوم، حتى هذا عطر غزال ديال الرجال، المكونات ديالو فيهم العود والعنبر وريحه ديال الشتاء وريحه زوينه. كننصحكم اللي بغات تهدي للزوج ديالها ولا الاخ ديالها ولا الاب ديالها شي بارفان، كنصحكم بهذه الريحه زويونه. اخر عطر معنا وهو هذا ديال الرجال، بوسيس دو سيكريت مان من اوريفلام، عطر رائع زويون منعش، عطر زوين الصراحه، كنصح به اي بنت تاخذوا الاب ديالها ولا الاخ ديالها او الزوج ديالها كادو، عطر زويون ما تندموش عليه. بهاد الساعة كنكون ساليت مجموعة العطور ديالي كاملة، وكنتمنى انها تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وهي كاملة كيف ما كتشوفوا. وإلا عجبتكم مجموعة العطور ديالي ما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومنتار، واللي اول مرة كيشوف قناة ديالي يدخل يتسجل عندي، وشكرا بزاف. وكنتمنىكم لعجبكم شي عطر او اللي عندها بحال هاد العطر ديالي تكتب لي كومنتار وتقول لي تاهي راها ديجا مجربه شي عطر بحال هادو، وشكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله.